للأسف هي الأتعس، ولهذا إذا أنتم ملاحظين أنه دائما يعاني الطلاب من مادة الرياضيات في مدارسنا الحكومية الأمريكية. كل شيء ولا تقول له رياضيات، لأنه عنده معاناة، والأساتذة اللي موجودين يعرفون ذلك. زين، أيضا جبت نموذج لإحصائية محلية، وهي من ولاية ميشيغان الأمريكية، بما أنه إحنا بها الآن. دا تشوفون هذا المخطط، هذا المخطط يوضح مستوى القراءة للصف الرابع الابتدائي خلال السنوات 2003 لحد 2017 في ولاية ميشيغان. شوفوا شلون كانت ولاية ميشيغان في عام 2003، كانت تقريبا الولاية رقم 12 على مستوى الولايات المتحدة. للأسف هناك الكثير من الأسباب، ومن ضمنها طبعا الانحدار الاقتصادي والتخصيصات المالية وكثير كثير من الأمور، لكن الآن أصبحت على الأقل هذه اللي هو مستوى قراءة صف الرابع الابتدائي، إذا تشوفون في 2015 تقريبا صار في المرتبة 48 من ضمن الولايات، إذا حسبنا طبعا عندنا 50 ولاية. في 2017 الحمد لله أنه بدأ شوية يتعافى، زين، لكنه انحدار كبير جدا في مستوى القراءة بالنسبة للطلاب ولاية ميشيغان. زين، هذني طبعا نماذج بسيطة للمستوى ولواقع التعليم في الولايات المتحدة. السؤال الأكبر هو أين المشكلة؟ المشكلة كما ذكرت أنه هي عدة عوامل وليس عامل واحد فقط، وهذه العوامل أنا لا أستطيع أنه أن يعني أحصيها أو أرتبها بشكل أنه أقول لكم هذه هي العوامل، لأنه كل شخص، كل دارس أو باحث صراحة في النظام التعليمي يرى أنه يعني العوامل تكمن في مجال معين أو في يعني شيء معين، لكن أنا باعتقادي هذه المشاكل هي مشكلة في نفس النظام الإداري التعليمي. وهذه المشكلة في النظام الإداري التعليمي تحدث عنها كثير من الباحثين والتربويين في كثير من المجالات، في مثلاً التيد توكس، في يعني كثير حتى على الانترنت الادوكيتورز كلهم حكوا عن هاي المشاكل. اكو احد المقاطع الملهمة، الشخص اسمه برنس اي اي، اللي هو هذا البن نيم مالته، يعني مو اسمه الحقيقي، وهذا كرس حياته لان يعمل فيديوهات ملهمة يتحدث عن مشكلة التعليم او مشكلة المدارس اليوم بشكل عام في العالم وبالتحديد في الولايات المتحدة. وهسه أنا طبعا أحب أراويكم هذا الفيديو على مود إن شاء الله يعني تشوفون تأخذون بعض الأفكار عنه. قبل ذلك أحب أقول لكم أن هناك الكثير من الأسرار تكمن في نظام التعليم الأمريكي، تحتاج معاونة، يعني تعاون بين الآباء والأمهات والمدرسة نفسها، لأنه صدقوني في دراسة الماجستير من جنا نكمل يعني ندرس، كان الأستاذ الدكتور يبوح لنا بأسرار لا يسمعها أحد من الآباء، ولو سمعها ربما يعني يمكن كان ما صدق. مثلا شنو؟ مثلا هل تتوقعون أنه هناك في المدارس الحكومية الأمريكية الآن من المدراء مثلا الذي لا يعرف أن يستخدم الإيميل؟ وهذا كل ما يطلع للعلن والناس ما تعرفه والناس ما تحكي به، لكنه هو موجود بالداخل، فقط الناس اللي بداخل المؤسسة التعليمية يعرفوه، يستعين ربما بشخص أو كذا
يابا ليش؟ لأنه ما يريد يتعلم شلون يسوي إيميل أو يتواصل. زين هذا شلون يروح يتابع ال شو اسمه يعني الأمور الإدارية مالته، شلون يتابع الوزارة التعليم. عموما هذا فد مثال واحد، وهسه أترككم ويا هذا الفيديو، أرجو أنه تنتبهون إليه بوعي، وأريدكم تشاهدوه، وربما الكثير منكم يمكن شايفه، وحتى لو شايفي أرجو أنه تشوفوه مرة ثانية بوعي مرة أخرى، وتلاحظون بعض الفروقات اللي موجودة. الفيديو راح يكون بالإنجليزي بس راح يكون موجود بسبتايتل بالعربي. أقدر أشوف بس by the show of hands منو شايف هذا الفيديو؟ شيلون إيدكم إذا شايفي؟ أوكي، ثلاثة أربعة، زين يعني مو الكثير. Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of me. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed, and now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same, and every parent with two or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie-cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your lips. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results would be tragic. So many people would get sick. Yet when it comes to school, this is exactly what happens. This educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees.
90% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe, a world where fish are no longer forced to climb trees. I rest my case. Albert Einstein once said, everybody's a genius. من هذا الفيديو أحب